السلام عليكم طلابنا الاعزاء جميع متابعي فضائيه العراق التربويه في درس جديد من دروس الكيمياء للصف الخامس العلمي. طلبتنا الاعزاء نستكمل البناء الذري مثل ما ذكرناكم في الدرس السابق أن العالم ثومسون اول عالم قام بدراسه كميه عن انحراف الاشعه الكاثوديه حيث استطاع العالم من قياس او حساب نسبه شحنه الالكترون الى كتلته تعالوا معي لنستكمل درسنا لهذا اليوم طلابنا الاعزاء مثل ما تلاحظون انه سؤال ايجاد نسبه شحنه الالكترون الى كتلته ما هي نسبه شحنه الالكترون الى كتلته ومن اوجدها مثل ما ذكرنا ان العالم ثومسون العالم ثومسون هو الذي اوجد هذه النسبه وراح نلاحظ كيف استفاد العلم منها النسبة تساوي 1.76% في 10 أس 11 كولوم كولوم على كيلو غرام طيب بعد العالم ثومسون قام العالم ميليكان بتجربته الشهيرة تجربة قطرة الزيت لتعيين شحنة الألكترون لتعيين شحنة الألكترون طيب طلابنا الأعزاء تكلم السؤال تكلم عن تجربة ملكان وما أهمية ما توصل إليه وضع العالم ملكان قطيرات صغيرة مشحونة بشحنة سالبة مثل ما تلاحظ هذه القطيرات من الزيت وضحة طبعا بين قطبين كهربائيين القطب الموجب مثل ما تلاحظ القطب الموجب بالأعلى والقطب السالب بالاسفل اذا تكون هذه القطيرات هذه القطيرات تنجذب هذه القطيرات المشحونه بالشحنه السالبه وفي نفس الوقت تميل هذه القطيرات الى النزول الى الاسفل بفعل قوه الجذب الارضي واستطاع العالم من خلال استقرار هذه القطيرات بينه الصفيحه الموجبه والصفيحه السالبه ومن خلال معرفه اقطارها وكثافتها استطاع العالم من حساب هذه الشحنه. طبعا يسالنا بعض الطلاب قد تكون القطيره تحتوي على اكثر من شحنه سالبه، نعم، لكن العالم ملكان اوجد اصغر نسبه او كميه لهذه الشحنه واوجد طبعا اللي اعتبرناها احنا في يومنا هذا هي شحنه الالكترون. خلينا نستكمل كلامنا. عند استقرار القطيرات في حاله السكون، طبعا بين القطبين، قطب الموجب والسالب ومعرفه نصف قطرها نصف قطر القطيره، قطيره الزيت وكثافتها وشده المجال الكهربائي، تمكن ملكان من حساب الشحنه المحموله على هذه القطيرات واوجدها اللي احنا اليوم ندعوها بهي. شحنة الألكترون واحد وستة بالعشرة في عشرة السالب تسعة عشر كولوم وإن اكتشافه أي اكتشاف العالم ملكان ذو أهمية لأن من خلال معرفة شحنة الألكترون تمكنا من حساب كتلة الألكترون قد يسألنا بعض طلابنا كيف تمكن احنا سابقا العالم ثومسون استطاع أن يحسب نسبة شحنة الألكترون إلى كتلته طيب والان العالم ملكان استطاع ان يحسب شحنه الالكترون اذا تبقى المجهول فقط كتله الالكترون تعال معي لنتابع كيف استطاع العالم ملكان من حسابه من اوجد كتله الالكترون وكيف طبعا العالم ملكان استطاع من ايجاد كتله الالكترون لاحظ عزيزي الطالب أن شحنة الألكترون التي أوجدها العالم ملكان اللي هي واحد وستة بالعشرة في عشرة أس سالب تسعة عشر هذه شحنة الألكترون وبالنسبة أنه أوجد العالم ثومسون النسبة بين شحنة الألكترون إلى كتلته واحد وستة وسبعين في عشرة أس دعش طبعا أكدت على الإشارة موجبة هاي راح ترفع فتكون جميع الأس تصبح سالبة اللي هي هذه النسبة بين شحنة الإلكترون إلى كتلته إذا يصبح كتلة الإلكترون أحب أن أؤكد عليها تسعة واحد بالعشرة في عشرة السالب واحد وثلاثين هي كتلة الإلكترون الآن أصبح شحنة الإلكترون معروفة وكتلة الإلكترون معروفة طيب طلابنا الأعزاء هذا إذا تلاحظ أن العلماء تجاربهم بعد واحد بعد الآخر فادتنا في معرفة شحنة وكتلة الإلكترون طيب طلابنا الأعزاء موضوعنا الآخر هو كيف إحنا اكتشاف المكونات مكونات الذرة كيف اكتشف العالم رذرفورد نواة الذرة وما العلاقة بين حجم الذرة ونواتها طبعا أحب عزيز الطالب أن تسترجع بعض المعلومات من الدراسة المتوسطة وكيف كنا نوصف نواة الذرة اللي أصبحنا اليوم نعرفها أو نعرف حجمها وبالنسبة إلى الذرة فلو فرضنا أن حجم الذرة تقريبا بحجم كرة القدم لأصبحت الذرة أكبر من ملعب كرة القدم ولو آه يعني هس... إذا وضعنا نقطة في نقطة في نهاية السطر هذه اعتبرناها النواة لكانت الذرة أكبر من بيت فتخيل عزيزي الطالب ما هو حجم الذرة بالنسبة إلى نواتها الصغيرة لكن هذا لا يمحي ولا يزيل الاثر الكبير للنواة الموجبه لاحظ كيف قام العالم رذرفورد بقصف صفيحه من الذهب صفيحه طبعا رقيقه من الذهب واكتشف ان اغلب الاشعه الكاثوديه الاشعه الكاثوديه المسلطه بعضها ينحرف والبعض ينعكس واكد العالم رذرفورد على وجود شيء داخل الذره موجب الشحنه هو الذي سبب ارتطام هذه الاشعه وعودتها ثانيه لذلك على يد العالم رذرفورد تم اكتشاف النواه لذلك يعتبر رذرفورد هو مكتشف نواه الذره خلينا نتابع وناكد على هذا الموضوع طلابنا الاعزاء كيف اكتشف العالم رذرفورد نواه الذره اولا عرض رذرفورد شريحه رقيقه من الذهب الى دقائق الفا فوجد ان 99% من دقائق الفا قد نفذت من خلال شريحه الذهب على شكل خط هذا اللي تلاحظه امامك مرور معظم جسيمات الفا بشكل مستقيم لكن لاحظ انحراف بعضها وقسم قليل قد انعكس عن مساره فسر رذرفورد هذه الانحرافات بأن الشحنة الموجبة والكتلة في شريحة الفلز ممركزة في منطقة صغيرة جدا أسماها أو سماها بالنواة طبعا العالم ثومسون مثل ما ذكرنا أنه وصفنا الذرة عبارة عن كتلة موجبة وتوجد الإلكترونات مطمورة فيها لكن العالم رذرفورد صحح ذلك ونبهنا على وجود النواة وهي سبب انعكاس هذه الأشعة أسماها أو سماها بالنواة عليه رأى رذرفورد أن الذرة لها نواة أو مركز تتمركز فيها شحنتها الموجبة وكتلتها وقد أوضحت النتائج العلمية أن العلاقة بين حجم الذرة ونواتها أي حجم الذرة أكبر من حجم النواة بمئة ألف مرة لذلك نسال سؤال لمن يكتشف ينسب اكتشاف نواة الذرة؟ ينسب الى العالم رذرفورد. طيب طلابنا الاعزاء، خلي الان اذا تابع معي تم اكتشاف النواة، تم اكتشاف الالكترون، تم الان راح نلاحظ بانه اكتشاف النواة ذكرنا، الان نلاحظ اكتشاف النيوترون. طبعا كيف تم اكتشاف النيوترون؟ قام العالم شادويك بقذف شريحه رقيقه من البريليوم بدقائق الفا ظهرت اشعه تشبه اشعه جاما ذات طاقه عاليه جدا من شريحه المعدن اطلق عليها شادويك بالنيوترون لان شحنته متعادله وكتلته تقريبا مساويه لكتله البروتون. لذلك اطلق العالم شادويك اسم النيوترون والنيوترونات اصبحنا اليوم نعرف بانها لا تحمل شحنه شحنتها صفر والنيوترونات طبعا كتلتها اكبر قليلا من البروتونات اما كلاهما اكبر بكثير من الالكترون مثل ما ذكرنا سابقا طيب العدد الذري قد يسالنا طلابنا ومر علينا سابقا هو عدد البروتونات في نواه الذره ويرمز له بالحرف Z احب اكد عزيزي الطالب ان العدد الذري يساوي عدد البروتونات الموجبه الموجوده في النواه وكذلك يساوي عدد الالكترونات اللي مثل ما ذكرنا بالاغلفه لكن هذا في الذره المتعادله طيب عدد الكتله يمثل مجموع عدد البروتونات الموجبة والنيوترونات في نواة أي عنصر ويرمز له بالحرف أي لذلك إذا إذا رمزنا لعنصر X إذا أي عدد الكتلة Z هو العدد الذري ونستطيع إيجاد عدد البروتونات عدد النيوترونات وكذلك عدد الإلكترونات عند معرفة عدد الكتلة أو العدد الكتلي وكذلك العدد الذري طيب طلابنا الاعزاء، الان اصبحت ما نعرفه هذا اليوم، جميع مكونات الذره معروفه طيب. لذلك العدد الذري كان فضل للعالم موزلي في اكتشافه. العالم موزلي مثل ما درسنا سابقا هو مكتشف العدد الذري اللي سهل لنا معرفه عدد الالكترونات وكذلك عدد البروتونات في الذره المتعادله. طيب. كذلك نلاحظ تعتبر النواه في الوقت الحالي مكونه من نيوترونات طبعا شحنتها صفر وبروتونات موجبه والنيوترون كتلته طبعا اكبر مثل ما تلاحظ من كتله البروتون بوحده الكتله الذريه طيب طلابنا الاعزاء لماذا فشل نموذج رذرفورد في البناء الذري طبعا خلي نتكلم بداية النموذج راذرفورد فرض أو افترض أن النواة موجودة في في وسط الذرة وتدور حولها الإلكترونات لكن لم يتطرق إلى كيفية انبعاث الأشعة ولماذا لا تطلق هذه الإلكترونات أشعة أثناء دورانها اللي راح نلاحظ أنه بعد العالم بور قام بدراسة وأوضح لنا الكثير مما كنا نجهله عن الذرة بالنسبة للعالم رذرفورد فقد أكد أن الذرة وهو مكتشف طبعا النواة تتكون من نواة موجبة وتدور حولها الإلكترونات لكن لم يتطرق إلى الأطياف واللي راح ندرسها في دروس لاحقة إن شاء الله وخلي خلي نتابع بالسبورة اللي مذكور فشل نموذج رذرفورد في البناء الذري افترض بور أن الذرة مكونة من نواة موجبة طبعا افترض رذرفورد أن الذرة مكونة من نواة موجبة الشحنة تدور حولها الالكترونات السالبة وأن حركة الالكترونات تضاد قوة الجذب الناتجة مع النواة هذه النظرية تهمل تفسير لماذا لا تشع هذه الألكترونات طاقة مثل ما ذكرنا حيث لوحظ في جميع الحالات المتحركة تحت تأثير قوة الجاذبية أنها تفقد طاقة وفي حالة الألكترونات سوف ينتج عن فقدان الطاقة بطء في حركة الألكترون ما يؤدي إلى انجذابه نحو النواة تدريجيا طبعا في مسار حلزوني عزيز الطالب مقتربا منها الى ان يسقط داخلها في مساره الحلزوني هذا يعطي طاقه باستمرار بشكل طيف مستمر اشبه ما يكون بطيف الاشعه الشمسيه لكن هذا لا يحدث. طبعا هذا الكلام للعالم رذرفورد وانه حسب كلامه تنهار الذره لكن هذا لا يحدث. نستكمل ان شاء الله بالدروس اللاحقه طلابنا الاعزاء هذه النظريات وان شاء الله نلتقيكم في دروس اخرى لكم مني تحيه وسلام